مخالفة، تمريرة بالخطأ، تصل اللعب أداء، تصويبة الرابعة ثابتة. كرة بالخطأ، هل يعدل النتيجة؟ فريق فيرونا بنفس السيناريو، كرة عرضية، خطأ هنا، لكن تصل لي غونزاليس. غونزاليس مع الكرة داخل المنطقة، غونزاليس الهدف الثاني. يدافع عن منطقه، يدافع عن شباكه، يدافع عن مرمى الحارس فالكوني، هنا كرة وهدف ثاني، هدف ثاني لفريق فيرونا.